السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيز المشاهد. قبل لا نبدأ الله يوفقك، أسأل الله أن يدخلك الجنة يلي تشترك، فأشترك عشان أنا أحرق لكم مقاطع كثير، والله العظيم أنه ما يحمسني أنا الاشتراك. فأشترك عزيز المشاهد، ما باقي شيء، ندخل 800,000 وعطنا لايك والأشياء طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، مقطعنا لهذا اليوم. اليوم قررت بما أني مرسم، قررت أصير رئيس الفيلا لمدة 24 ساعة. معي عقد، العقد هذا إذا وقعوا عليه الشباب زلوا كذا، أنا بتحكم فيهم، وإذا تحكم فيهم لهم أمر واحد أنا أنفذه، بس بعد 24 ساعة نشوف أول ناس. مشينا. صاحب المصعد هلا روح للركان. الآن بنبدأ عند ركان وريان. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حياك. السلام. الله يحفظك. كيف حالك؟ اللهم طيب ان شاء الله. وش فيه؟ سري. وش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اخوك رايد مشواح قرر انه يكون رئيس الفيلا لمدة 24 ساعة، اي شيء اقوله تسوي لي غصبا عنك، ولا لك امر واحد اسوي لك مهما كان مهما كان. في عقد هنا عندي. ايوه. العقد هذا فيه حلف وفي كل شيء، إذا وقعت العقد هذا نلعب اللعب، وأنت تعرفني أنا أروح. لي أمر واحد. أمر واحد سويه مهما كان، وأنا ما راح أثر عليك، يمكن أمر أمرين بس، بسيط، ما تعرفني أنا ماني بعقود ولا أنا يعني أصعب عليك، وقع العقد، بس ما فيك توقع لحالك بس. أبغى التوأم المختلف. ريان! ما فيك، تعال بسرعة. أخوي إيش تبي؟ تعال! يا الله! بيوقع؟ ما يحتاج بسرعة. أنا سمعت، سمعت اسمي مجنون. ما يحتاج، تقرأ كل شيء يا أخوك خلاص. طيب، طال عمرك سامح. وقع. سامسونج. في حلف في كل شيء ممتاز. بسم الله. زليتو. لا 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 أول شيء بسويه. أيوه. استقبالكم لي كان بارد جداً. أبطلع وبدخل، أبيكم تحترموني زي احترامكم لأبوكم ولخالكم وعمكم. تحبون راسي؟ هذا أمر بوقتي يا رجال. أسمع مني، وقعت الأب. أنت حب يدي أقابل لك. أنت حب راسي. يلا من جديد. سيناريو. إذا ما طلع تمثيل يا ويلك. يلا يلا يلا. لا حول ولا قوة. يلا. زلينا. يلا. زلينا والله. بسم الله. يا مرحبا. هلا يبا هلا يبا هيّا هيّا يلا هيّا سب سب طلع حالكم سب طلع سب طلع منك يا هيّا طيبين إن شاء الله القهوة لا ما بيق هوا الكلام اللي بقوله لكم بما إني أنا الرئيس وتسمعون كلامي تقولوا لي سمعا وطاعة تم إيش حب يدي حب سمت أشاهد الموضوع أشاهد الموضوع أشاهد الموضوع ورب الكعبة الآن حطك بعقال موقع عقد انت وسمح لكم أمر وش هذا هندي وش عطرة أبي أطلع تحت وبأذب ذبات على العيال أي ذبة أقولها أبيكم تعزون لي تعزيز ضحك والله لو ما ضحكتوا 100 بشب وال100 بشب تطلع هنا بدون كت خليهم كلهم يشوفوا 100 واحد عاد في بقى يعني لو ما ضحكنا 100 بشب أقسم بالله اللي ما يضحك 100 بشب أي ذبة أقولها أنا لازم أبيكم تعزون لي أبشر تعزون لي تعزيز تم تكفى ذباتي كويس ها ما عليك تكفى يا عمي أبي أجيب ذبات ما تضحك وبيك أضحك أيوه مالي دخل أمشي يلا بسم الله ضحك سلطة عمرك اسمع شبشبي اي مالك اسمع شبشبك صح؟ اعطني اياه اعطيك اياه امسك بعطيك اياه بس ليش وجهك ملامح قريبه بتعطي سن اسمع لو طعنت يطلع حليب سعودي طيب اسمع بيقول اي شيء الحين ما ضحكتوا قسم بالله يا ويلكم قل اي شيء انت واحد ليه ما ضحكتوا ورب بيعيدها ما ضحكت يا ويلك قلها انت واحد لا لا تعالوا محشومين طبعا بس انه هذا خش
بقول له لوس أنجلوس وانتم مضحكون. شلونه؟ كيف هل؟ شو تسوي؟ ادخل غرفتك؟ لا قاعد اغير نفسي والله، قاعد اضبط. طيب تدرون مين هذا؟ مين؟ لوس أنجلوس. ليش؟ بعيدها من جديد، بعيدها. سامسونج. مين هذا؟ صاير. هذا لوس أنجلوس. في؟ في؟ ما في شيء، ما في شيء، خلاص كمل. بما انكم قد الكلام وقد توقيعاتكم العقد، لكم أمر واحد أسويه لكم مهما كان صعوبته. أنا خلص كذا ارتحت. أنا كني لمحت صهيب رايح الصالة ترى. والله؟ زين خلنا نصدمه. كيف أقنعه ذكي مرة دفو. السلام عليكم. ماله؟ حياك الله. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله؟ أهلين. مرحبتين. شلونك استاذ صهيب؟ الحمد لله. والله اني اغليك واحبك واحترمك والله العظيم، من الناس اللي استنس مره انهم دخلوا معنا ولا ويناموا بغرفتي يا العين. ايوه حبيبي الله يسعدك. قررت اني اصير رئيس الفله، وبيني وبينك عقد ولك امر تقدر تقرا العقد. تفضل. اتحفكم فيك لمده 24 ساعة. اي بدون ما يحتاج. ممتاز. طيب تفضل وقع. بسم الله. زليت. اي شيء اقوله تسوي لي غصب عنك. اي شيء اقوله صهيب لو سمحت. هذا توقيع؟ هذا توقيع انت وقعت ومكتوب فيه حلف انه تسوي اي شيء اسويه انا او اقوله لك تنفذه. فاهم ولا متفاهم؟ فاهم. اصبك لك اللايك واشتراك. ايوه خلينا نسوي اشتراك. الله يرضى عليكم يا جماعة الخير اللي يتحكم فيي. فلايك اشتراك أحسنت. عشان يكون مهذب شوي معي. ايوه ما وشغل زر الاشعارات كمان. احسنت. خلص هيك تمام. خلصنا خلصنا الحين حبيب. ما راح تعبك، بس احتاج مساج للظهر. مساج للظهر اللي هناك. عيوني تعرف داي ايش يسموهم؟ ها ايدين الذهبيات. الله يلا وري. اسمع وش يسمونه هذا؟ رئيس يعني بده يعطينا مصاري صح؟ فرجيني فرجيني. في مصاري؟ في مصاري ان شاء الله. يلا. ايوه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع شو رايك تنام عشان والله انها حلوه بسرعي. حلوه والله انها حلوه. خلينا ناخذ. بسم الله. يلا يا رئيس نام. ايوه نط. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. انا ابو ولد. ايش مالك؟ اقف اجلس هنا. اجلس هنا. والله سمعت شطا ايش عملت. والله تخيل مصر تمشي. اجلس ارفع فلكك ارفع رجلك. ايوه عشان ثاني مره. قم قم انت. انا بنام الحين. ابيك تقرا لي كتاب انا وحماري لما انام. زين امسك. طيب ليش اديتها؟ امسك والحقني. لا تكتب كلام الحقني. اسمع. بسم الله. اقرا الكتاب لما انام. زين نام لما انام. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. اقرا لي بس اقرا لي. بقرا لك. يلا غمض عيوني اقرا. طلع. جيب الزنوبة. جيب الزنوبة. اسمع مره واحده تتحمل اي مره واحده تتحمل اي كلمه انا اقولها لو سمحت. طب اليمين راحت فيها. طيب يسار. بسم الله. تعرف هلا والله ما اثرت. وما حس فيها خطرت. يلا مره خفيف. بس هذا خطرت. هالمره خفيف بس تسوي غلط. هالمره شيء ما جد اقوى. ارفع. خلاص ايوه ما عليك. طلعت الخبر والله. يلا أيوة. ما عليك. يلا تعال اقرا الكتاب انا وحماري. يلا اقرا لي يا بنات. اقرا بسرعه. كان هناك حمار وجهه طويل كان يمشي بين الغابات. وجه طويل حمار. انت جالس تغلط علي والله. لا ولا وجه الحمار قصدك. الحمار. كتمت. الحمار وجه الحمار. ايه اسلم صارت. كان يمشي بين الاغصان والغابة. هذا الاغصان رومانسي بين الغابة. ايوه ممتاز كمل. وهو يمشي. لا مو مكتوب هون. هون مو مكتوب هون. كمل. وهو يمشي وجد شخص جميل وسيم. قال له اريد ان اصبح. مو مكتوب ضحكه. اعاقبك والله العظيم. قل لي زين بنام يا اخي. قل لي قصه يا اخي. من حقي 24 ساعه بتحكم فيك. انت مقعد. وقال له اريد ان اصبح رئيسا في الغابه بدل الاسد. ممتاز. وقال له الوسيم سمعا وطاعه لك هذا، ولكن الذي لم يكن له في الحسبان سوف يكون هناك
شيء سوف يدعس علي. كمل يا حمار كمل. والحمار ذا الوجه الطويل الآن حظك. استغفر الله العظيم. منو الحمار؟ انا احس انك تقصدني من اليوم. لا الحمار صرت تكره تشوف. خلنا بشوف الوجه الحمار الطويل. ايوه الحمار ذا الوجه الطويل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل كمل. يلا. ولكن قالوا له بالبداية انا اسمع قصة ما بالقصة ولا بحمار. انقلع انتو الحمار. يلا انقلع اذرب برا. ما بحمار الحمار ذو الوجه الطويل. لا والله العظيم لا على وجهك. انا حسيت انه يقصدني بس انه يعني كنت هذا محترم توه جديد داخل معنا. تعال صحيح امام. اي امان امان امان. خلاص خلاص امام. بما اني انا تحكمت فيك مدة يعني الوقت اللي انا بي الحين خلاص لك امر واحد اسويه مهما كان صعب وسهل. مثل ما رحمتك ارحمني. رحمت مين؟ اجر يمين واجر يسار. منيح اني بقدر امشي. لا تقل صيغة ناس ودي حبك. عقاب عقاب. ايه من اشد العقابات بالحلقة تحت اليوم. لا 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 اجراء. لا لا اجي التاني اراح. كنت ما احترمتني. لا 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 لا. شوفوا الله يرضى عليكم بما انه راح يكون هذا اقوى عقاب كم حطوا لايك واشتركوا. اي والله يجزاك خير. الله يوفقك. العقاب هو. والان الضيف الرابع او ما بيقول زياد. حياك الله استاذ زياد. كيف حالك؟ انا ما علمتك باي شيء لانه ان شاء الله سهالات كلها وانت عارفني انا ما يجي مني الا كل خير. خير نعم. بسم الله. انا مسكت رئاسه الفله لمده 24 ساعه ولكن بين نعم تقرا العقد هذا ولك طلب واحد انفذه مهما كان صعوبته. تفضل وقع. طيب ليك هذا؟ لا انا ما عليك. ليك هذا؟ ما عليك عادي. وقع وقع شكرا. طيب انا اللي طلب واحد اسويه والله لو أروح. لو اطلب لو لي اروح لسكاكا والله اسويه. وقع. بسم الله. انا بسوي كل شيء تبيه لكن انا بطلب منك طلب. زليت والله العظيم انك زليت. تكفى. وش اللي على هذا؟ تعلق هنا؟ مفتاح سيارتي. اعطني اياه شوف. سم طلع منه. ممتاز. بزق سيارتك الحين باخذ دوره. انا ادري انه من بعد الحادث ما تعطي احد سياره. لا الا سيارتي. يا سلام عليك. انا اسف توقعت العقد انا لازم اخذها. وبشرط ما تركب معي تكون برا بالشارع تتفرج علي فقط. الله يرضى عليك. لو سمحت امشي. طيب امشي. ابيك هنا واقف تتفرج علي. تعذبني كذا يعني ملعنه؟ ايه والله والله ترى مو بكامري تهجل فيها والله. والله انا من الجيل القديم مالي بالجديد. اي والله بيهجم فيها تكوى. وقف هنا فرج علي بس. ما عليك. ليه نزلت تحت وانا صغيره؟ الارض كذا اذا بغيت اوقف سوي كذا. والله صغير. والله ما نبكى شيء ترى مالي دخل. يا سلام. يا سلام. شوي شوي. يا عيال ما يعرفوا. رايد انا اعرف يخاف مستحيل يدعس. يخاف والله مستحيل يدعس فيه. انا يموت يموت. شوف كيف يسوق والله انه سواق. شوف 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 شوف. لا لا يا كلب الله. والله توقف والله توقف والله توقف والله ما اتحرك. هاي اسكرت كيف 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 هاي اسكرت. ما سوري شيء زيادة عادي ما سوري شيء. قال لي عوافي رايد هي بخاطرك فدتها زيادة الحين.
صاحبنا تصاحبنا الحمد لله. طيب زياد لك امر واحد مهما كان بسوي لك، لكن انا ما ضريتك ترى، بس سيارتك بس اندعس انت كل يوم تسوي كذا. لا ما ضريتني، ضريت قلبي والله. لا انا داري بس انه سيارتك انت كل يوم تقول قلت بخاطري ودي اسويها بس. انا اعرف لها، انت ما تعرف لها والله. يوم تعس يوم تعس لفت كذا خفت يا ابو هيري. لا تكفى مالك قدفع. طيب طيب يلا عطني. والله يا رايد خليك تندب على نفسك. ليتني والله مفحط صدق بالسياره. يلا بس يلا تم. في واحد ينفع؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. عندي عقد هنا بس ما اتوقع انه ما يحتاج تقراه. وقع بسرعه. وقع وقع منه. ايه وقع. زليت العقد هذا عباره اني انا اتحكم بالفيلم لمده 24 ساعه، واي شيء اقوله تسوي لي. ابي رقصه غريبه. اي رقصه غريبه بسرعه. يلا شوف. اي وش هذا؟ هلا شوف هذا علق. باي. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله. عندي شيء بسيط. طبعا زياد توي كنت مسوي مع زياد. ايه؟ لك شوف وجهه مستانس. شوف صور وجه زياد رايح فيها مستانس مره، لانه شيء واضح انه خايف. لا لا ما في شيء يخوف. بسم الله. انا رئيس الفل لمده 24 ساعه، واي شيء اقوله على كيف من؟ على كيفي انا. وعلى كيف؟ انا اعلمك ليش. وقع العقد هذا اقرا، وانت تعرف انه ما راح اضرك. وقع. يا ما يكتب. تندم يا جميل. ما يكتب. اصبر. طيب انت وقعت؟ حرفين. وش هي؟ زل. وش زل؟ زليت. ليش زليت؟ ليه؟ اسمع يا فيرفول. اسوي اللي ابي. ابشر. اللي ابي. طق اصابع يدي. واحد. ثلاثة. أربعة. خمسة. أحسنت خبرة. أحسنت. ايوه خلاص بس كافي كافي. ايش رايك تاخذ معك تروح البيت؟ خلاص ثاني بعد؟ لا اي والله ودي ثاني. واحد. ايوه اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يا اخي بطل. الله احسن. ليش تقصد صابة عندي خمسة؟ لا خمسة. طيب اسمع فير، بما اني مروق الحين. مروق والله هذه مرة مروق. ابي اسمع اغنية اجنبية لكن انا ما افهم انجليزي. ابغاك تترجم لي الاغنية. يا ذا اللي احش بتقول؟ لوس انجلوس. طيب يا جماعة الخير، اسم فيرفول الجديد اللي انا مسميه في اسمه، في فيرفولينج، في لوس انجلوس. خلنا على لوس انجلوس. لوس انجلوس هذا خلاص، فاعتمدوا لوس انجلوس. اللي يشوف فيرفول يقول له لوس انجلوس، لا تقول له فيرفول. حسبي الله ونعم. فيرفول انسوه. حسبي الله ونعم. يلا طلع جوالك. وقف. شو تقول؟ انك استقريت. انت هذا مو الاغنيه، هذا جبتها شوي متقدمه. المهم انها تقول الاغنيه اني انا سمعت انك انت استقريت وانك تزوجت. بس كمل. انك انت لقيت بنت الان وبتتزوجها. اعرف اعرف كلمات. وقف. ابيها ما ابيها اترجم هذه، انا احس اني ارتحت لها. ابيهم تقول هرب سريبي سريبك يو. قصدك هذا الحين؟ ايه. كمل. نذلك يو. طيب تقول لك نيفر مايند اي ويل فايند سمون لايك يو. الحين ابيك تترجم لي تقول لي بالانجليزي. اشرح لك. يعني يقول لي ما يهمني الامر. ما يهمني. انا ما يهمني يعني بطقق. انا ما يهمني، انا راح القى واحد مثلك. حلوه ذي كلامها يعرف. يعني مثلا الحين انا حبيبتك. تعقب. تعقب. وفصلنا. تجي انت تقول لي انا ما يهمني الامر بلقى واحد مثلك. دز امها. دز امها. سمتامتم. Don't forget me, I beg. I remember you said. بق يعني ضرنت. لا لا مو بيج. بي اي جي بي اي جي. بيج وبيج. بيج بيج. ايه بيج. وش بيج يعني؟ ارجوك تكفى طالب نخيتك. وبيج بيج يعني ضرنت كبير. ضرنتك. هذا كل ما دخلت عرفت اسمعها. قال لي بترجم لك اياها. اي هذه اغنيه تحبها. سي يا وشي سرف سفور. طيب هذي صح؟ اي وشي يقول لك؟ احس انها توجع قلب. والله العظيم احس اني احسن. تعور يا رايد اسمع مني. ان كانت هذه اخر ليله معك ضمني كاني خويك. يا ولد هذه منفسه. كل اغنيه زعلانه. كل اغنيه نفسها. اي زعلانه قلبها مكسور يا ولد. والله ان قلبها مكسور قسم بالله. طيب بعدين سوي لي اي حركه غريبه. اي حركه غريبه. انا عندي حكمه بسوي لك اياها. صار
والله والله العظيم اني نسيت. جا دوري اتكلم انا صح؟ تفضل. واقول وش اللي عندي؟ اي شيء اسويه. واقول وش الحكم او وش اللي بيك تسويه؟ يعطيكم العافية يا جماعة الخير، ولكن إذا عجبكم المقطع أعطونا من اللايك والاشتراك والأشياء الطيبة، واكتبوا بالكومنت من تبون نجيب بالجزء الثاني، وإن شاء الله مقطع كامل خاص بالأوامر حقة الشباب. شكرا. R.A.2 الله يرضى عليك R.A.2 الله يوفقك.